هذا وقد حذر جوزيف ليبرمان السناتور الأمريكي السابق ورئيس منظمة متحدون ضد إيران النووية، حذر الشركات العالمية من عواقب عقد أي صفقات تجارية مع إيران في ظل إعادة فرض العقوبات. قال ليبرمان إن عقوبات قاسية تنتظر كل الجهات التي تواصل الأعمال والصفقات التجارية في السوق الإيرانية في ظل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران مطلع هذا الشهر. وأوضح ليبرمان في حديثه مع قناة فوكس بيزنس إن ذهاب الشركات إلى إيران يعني مواجهة العقوبات الأمريكية التي تم فرضها، وبالتالي لن يكون بإمكانها دخول الاقتصاد الأمريكي والأسواق الأمريكية. أضاف ليبرمان أن الضغط الاقتصادي سيضع نظام طهران أمام خيارين، إما التمسك بتعنته والمخاطرة بحدوث ثورة جديدة، وإما أن يجلس على طاولة التفاوض مجدداً.